أهلا بكم إلى العالم هذا المساء. أنا رشا قنديل، هذه العناوين. مصادر سورية تؤكد أن غارة إسرائيلية ضربت مواقع في ريف دمشق الغربي، وتقارير إعلامية تقول أن أحد الأهداف كان قافلة تنقل أسلحة لحزب الله اللبناني. نسأل عن دلالة تنفيذ الضربات الإسرائيلية من الأجواء اللبنانية وطبيعة الأهداف التي تم ضربها ولمن تتبع. دول أوباك تتفق على تفعيل اتفاق الجزائر لتخفيض حجم إنتاج النفط في أول خطوة من نوعها منذ 8 أعوام، والأسواق تنتعش مدفوعة بالاتفاق. هل اقتنعت دول أوباك خاصة السعودية وإيران بأن الكل سيخسر في حال عدم التوصل لاتفاق خفض الإنتاج؟ احتدام المواجهات في عملية الموصل يدفع الأوضاع الإنسانية نحو نقطتها الأصعب للعالقين داخل المدينة والنازحين منها. معكو كل شيء، لا ماي ولا كهرب ولا كل شيء معكو. ماي ماكو، صار يمكن 20 يوم واحنا ما شايفين الماي. فما الذي يمكن فعله للتعامل مع ما وصل إليه الوضع الإنساني الناجم عن عملية الموصل، وهل توضع هذه المأساة في الاعتبار خلال التحركات العسكرية للقوات العراقية؟ أهلا بكم. مرة جديدة يجري الحديث عن ضربات إسرائيلية خاطفة لمواقع داخل سوريا كما جرت العادة، فالتساؤلات والتحليلات تتعاقب، وبعضها يتضارب حول التفاصيل المتعلقة بهذه الغارات وأهدافها ونتائجها. ما جرى الكشف عنه أن الغارات استهدفت مستودعا للذخيرة داخل اللواء 38 التابع للفرقة 4 في الجيش السوري، وموكبا للسيارات في منطقة صبورة في ريف دمشق الغربي قرب طريق بيروت دمشق. هذا الموكب كان على الأرجح تابعا لحزب الله اللبناني أو ينقل أسلحة إلى الحزب بحسب ما كشف عدد من التقارير الإعلامية، التي أشارت كذلك إلى أن المقاتلات الإسرائيلية تنفذت هذه الضربات من خلال الأجواء اللبنانية. بعد نحو 48 ساعة فقط، غارة جوية إسرائيلية جديدة في سوريا. وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا قالت إن مقاتلات إسرائيلية أطلقت خلالها صاروخين وقع في منطقة صبورة بريف دمشق الغربي دون وقوع إصابات. الغارة وفقا لسانا استخدم فيها المجال الجوي اللبناني لإطلاق هذين الصاروخين باتجاه الأراضي السورية، على ما قالت تقارير إعلامية إنها قافلة للجيش السوري كانت تنقل أسلحة لحزب الله اللبناني. هذه الغارة تأتي بعد يومين فقط من إعلان إسرائيل عن تنفيذ غارة جوية خلال الليل على ما قال جيشها إنه مبنى في سوريا يستخدمه مسلحون في تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية لمهاجمة إسرائيل. ليلا أو نهارا لا تتوقف الأنشطة المتواصلة للقوات الجوية الإسرائيلية لاستهداف تنظيم الدولة الإسلامية هنا بالقرب من الحدود. الموقع الذي هاجمناه كان يستخدم كقاعدة لعمليات التنظيم تشكل تهديدا لأمن حدودنا، الآن لم يعد يشكل أي تهديد لدولة إسرائيل. العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا لم تكن لتتوقف منذ اندلاع الصراع المسلح في هذا البلد في مارس أذار من العام 2011، وتبعا لذلك فقد تنوعت أهداف تلك العمليات العسكرية بين استهداف مواقع للجيش النظامي السوري، وذلك ردا على اتهامات بإطلاق صواريخ على إسرائيل، قصف مستودعات وقوافل عسكرية للاشتباه في نقلها أسلحة لحزب الله اللبناني، مهاجمة مواقع لبعض فصائل المعارضة السورية المتشددة ردا على سقوط مقذوفات صادرة عنها في الأراضي الإسرائيلية، عمليات اغتيال لشخصيات مستهدفة بعينها كما حدث عندما أطلقت مروحية إسرائيلية صواريخ على سيارة ابن القائد العسكري السابق لحزب الله عماد مغنية بمحافظة القنيطرة السورية قرب مرتفعات الجولان وفقا لمصادر في الحزب. يذكر أن إسرائيل دأبت إما على الإعلان عن بعض تلك العمليات أو تجاهل الادعاءات بقيامها ببعض الهجمات في سوريا. ينضم إلينا من بيروت الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور هشام جابر، وكذلك من تل أبيب السيد إيال عليمة المراسل العسكري لإذاعة راديو إسرائيل. أهلا وسهلا. البداية من تل أبيب، سيد إيال، لماذا
تحتاج إسرائيل إلى استهداف أي موقع داخل سوريا من الأراضي اللبنانية، وهي يمكنها أن تفعل ذلك من خارج هذه الأرض، من الأرض السورية ذاتها، عن طريق الجولان، من أرضها هي المتنازع عليها طبعا. لا، في الواقع هذا في الواقع نقطة هامة للغاية، وربما تبرر أيضا هذه العملية. رأينا أنه طوال الأشهر الأخيرة امتنعت إسرائيل عن القيام بغارات جوية في عمق الأراضي السورية باستثناء المناطق المحاذية للحدود مع إسرائيل، فعندما قامت بذلك فعلت ذلك عن طريق المجال الجوي اللبناني. لا شك أن انتشار القوات الروسية وكذلك المضادات الأرضية والمنظومات الروسية الحديثة المنصوبة على الأراضي السورية كانت من بين العوامل التي دفعت إسرائيل إلى اختيار عدم القيام بهذه العملية عن طريق اجتياز المجال الجوي السوري، وإنما تنفيذها عن طريق المجال الجوي اللبناني. باعتقاد إسرائيل تمتنع قدر المستطاع عن تنفيذ مثل هذه الغارات في عمق الأراضي السورية إلا عندما تتوفر لديها معلومات، وهذا كما أعتقد كانت الحالة في هذه المرة، حيث كانت لديها معلومات حول نقل أسلحة أو وسائل قتالية لحزب الله، ولذلك قامت بتنفيذ هذه العملية، ولكن ليس عن طريق اجتياز المجال السوري. والسؤال هو للدكتور هشام، لماذا تكرار العملية؟ العملية المؤخرة التالية كانت منذ عدة أيام حينما استهدفت إسرائيل من قالت إنه مقاتلين تابعين لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، استهدفوا رتلا وبعدين هي استقدمت طائرة لضربهم. لماذا تكرار العمليات من الجانب الإسرائيلي باتجاه سوريا حتى لو كان على الأراضي المحاذية دكتور برأيك؟ مساء الخير رشا. أولا هناك فرق بين الغارتين، الغارة التي قالت إسرائيل أنها قامت بها ضد موقع لتنظيم الدولة، هذه في أغلب الظن تم قصفها من فوق الجولان المحتل لقرب تلك المسافة وليس من الأجواء اللبنانية. ثانيا هذه الغارة الأخيرة التي أعلن عنها أنها أصابت يعني طائرة ربما F-16 أصابت هدفين، السبورة حيث يوجد كما ذكرتم يعني مخزن ذخيرة للواء 38 من الفرقة الرابعة وقافلة سيارات، هذه حتما جاءت من الأجواء اللبنانية مستفيدة إسرائيل من الطيران من شمال إسرائيل في غرب جبل الشيخ أو جبل حرمون حيث لا يكشفها أي رادار، وتصل إلى منطقة دير العشائر في الأجواء اللبنانية ولا تستمر يعني لا تستغرق أكثر من دقيقتين أو ثلاثة تطلق بها الصواريخ من الأجواء اللبنانية، حيث المسافة في خط مستقيم لا تتجاوز 30 كيلومتر. ثانيا لماذا من الأجواء اللبنانية؟ كلنا نعلم أنه بعد الدخول الروسي إلى سوريا أفهم السيد نتنياهو عند زيارته لموسكو من قبل الرئيس بوتين أن الأجواء السورية لم تعد مستباحة كما الماضي بعد الدخول الروسي، وأن كل طائرة بما فيها يعني الطائرات الحليفة والتحالف يجب أن تنسق مع السلطات الروسية. لذلك إسرائيل لا تريد أن تطلب الإذن ولا أن تنسق. من الأجواء اللبنانية تستطيع أن تحقق هذه الطائرات عملياتها الحربية دون أي ضرر ودون أي تعقيدات. لذلك هذه ليست المرة الأولى، هذه الرابعة أو الخامسة بعد الدخول الروسي، وبرأيي لن تكون الأخيرة. ولذلك سيد إيال هناك اختلاف في الرؤى اليوم، رؤية تذهب إلى ما ذهب إليها الدكتور العقيد لها علاقة بأن العمليات التي تنفذها إسرائيل عمليات نوعية للحفاظ على خطوط التماس أو لمعطيات توازن القوة، لكن رأي آخر يذهب إلى أنه ربما ذلك حتى لو كان عليه اتفاق غير معلن تحطم بعد الإعلان التركي من جانب أردوغان عن أنه يتدخل لخلع النظام السوري، وكذلك ما يبدو أنه قرب استعادة النظام السوري لحلب ومغيرها، وبالتالي ربما حسم المعركة في الكثير من المواقع. كيف تنظر إسرائيل إلى هاتين الخطوتين، وكيف يمكن الربط بين هذه النظرة وبين ما جرى اليوم وقبل عدة أيام؟
لا أعتقد بنظري وفي الواقع هذه السياسة المعلنة من قبل إسرائيل ولم تتغير منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، وتقضي بأن إسرائيل لا تتدخل بأي شكل من الأشكال فيما يجري في سوريا أو في الحرب داخل الأراضي السورية، باستثناء الخطوط الحمراء التي حددتها إسرائيل بوضوح، وهذه الخطوط تقضي بالحفاظ على سيادتها في منطقة الجولان على امتداد الحدود، حدود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا، وكذلك عدم أو منع تهريب الأسلحة من سوريا لحزب الله. يبدو أنه إذا نظرنا إلى التدخلات الإسرائيلية في الأراضي السورية نستطيع أن نرى بأن إسرائيل تتبع هذه السياسة، بمعنى أنها لا تتدخل فيما يحدث في المعركة الجارية في سوريا، مع الحفاظ على هذه الخطوط الحمراء التي حددتها منذ بدء المعركة في سوريا. نعم، ولكن دكتور هشام، مع استهداف يعني سواء قافلة أو عدد من المقاتلين من تنظيم يعرف بالدولة الإسلامية قبل عدة أيام، واليوم استهداف مستودع للذخيرة تابع للجيش السوري وقافلة سيارات يرجح أنها ربما كانت تابعة لحزب الله أو تحمل سلاحا، هذا سيغير موازين القوى إذا ما استمرت إسرائيل بتوجيه هذه الضربات، ولا حضرتك لك رأي آخر؟ لا لا لا، أنا أعتقد هذه عملية إثبات وجود، أولا فيما يتعلق بما قالت عن تنظيم الدولة، أن وجود تنظيم الدولة في منطقة حوران يعني الموازية للجولان هو وجود رمزي جدا. كلنا نعلم أن إسرائيل تتدخل وتدعم جبهة النصرة وتعالجهم وتقدم لهم خدمات استخباراتية ولوجستية، هذا فيما يتعلق بالمجموعات المسلحة الموجودة الموازية للجولان المحتل. أما فيما يتعلق بتنظيم الدولة، هذا شأن هذه قنبلة صوتية وتدخل أنا برأيي في الحرب النفسية، لأنها تدرك إسرائيل إذا كان هنالك وجود خجول لتنظيم الدولة لن يشكل خطرا على إسرائيل، إنما بعد أن رأت أن الرئيس الأمريكي الجديد ترامب وضع هدفا أمامه بمحاربة تنظيم الدولة، فأرادت ربما أن تثبت أن هي ربما تشارك في محاربة داعش. أما الموضوع السوري أيضا لم يتأكد حتى الآن يعني إذا كانت القافلة تابعة لحزب الله. صحيح، أنا قلت يعتقد صحيح عن حزب الله. نعم، المصدر السوري الرسمي قال أنها لم تستهدف لا شخصية أمنية ولا شخصية عسكرية، ولم يصدر يعني على أن هنالك ضحايا لهذه الغارات، ربما مخزن صغير قد فجر ولم تتضح، ليس هناك معلومات دقيقة. أنا برأيي كل هذه العمليات العسكرية سواء الأولى في منطقة حوران يعني ضد تنظيم الدولة، أو هذه الغارة بصاروخين التي أطلقت من طائرة فوق دار العشائر. طيب، في الأراضي اللبنانية. نعم، هي عملية سياسية يعني لإثبات وجود فقط لا أكثر، وليست يعني تعني أنها تطورا دراماتيكيا بالنسبة للدولة الإسرائيلية بالتدخل في الحرب السورية بشكل مباشر. نعم، ولكن سيد إيال، بعيدا عن ما يتردد، الثابت على الأقل حتى هذه اللحظة هو ما صدر عن وكالة الأنباء الرسمية سانا ونقلت فيه عن مسؤول عسكري سوري القول إن الاعتداء، من هنا أفتح مزدوجين، محاولة يائسة من كيان الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما جاء في وكالة الأنباء في إشارة إلى إسرائيل، لصرف الأنظار عن نجاحات الجيش السوري ورفع معنويات التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنهارة، في إشارة إلى جبهة النصرة. هل من مصلحة إسرائيل استهداف جبهة النصرة أو التحالف معها كما يتهمها النظام السوري، بالنظر إلى مرة أخرى توازن القوى، الحفاظ على الحدود التي تريد إسرائيل أن تحميها بالقرب من الجولان؟ في الواقع يجب أن نميز بين ما يحدث في المناطق المحاذية للحدود مع إسرائيل. هناك فعلا إسرائيل لها مصالح فيما يحدث في المناطق المحاذية للحدود، هناك بعض التدخلات، ربما تقديم المساعدات الإنسانية للمقاتلين السوريين عندما يأتون إلى إسرائيل لا شك، ورغم الإعلان الإسرائيلي بأنها لا تتدخل
تتدخل بأي شكل من الأشكال، باعتقادي لها مصالح فيما يحدث في المناطق المحاذية لحدودها. هناك بعض الصلة ربما مع الفئات العاملة في هذه المنطقة، ولكن الوضع يختلف تماما عندما نتحدث عن سوريا أو ما يحدث في الحرب الدائرة داخل سوريا. في هذه القضية باعتقادي إسرائيل لا تريد التدخل لأنها تخشى من التورط أو من الانجرار إلى معركة لا شأن لها فيها. لذلك باستثناء الحفاظ على الخطوط الحمراء التي حددتها، لا أعتقد أن إسرائيل تنوي أو تتجه إلى مثل هذا التدخل. نعم، تعتقد ذلك أيضا دكتور هشام، لأنه هناك ما نقل والعتبة على الناقل عن موقع استخباراتي إسرائيلي أنه كانت هناك محادثات ربما في مرحلة ما بين إسرائيل والأردن وسوريا بهدف ضمان الأمن على الحدود الجنوبية. أولا، تعتقد بوجود هذه المحادثات ولا لا؟ وثانيا، كيف تقرأ ما طرحته على سيدي العليم؟ لا، أنا لا أعتقد أن هناك محادثات مع النظام السوري مباشرة مع إسرائيل، إنما هنالك كلام يعني استراتيجي عن بعد تحرير الرقة الذي توقف يعني للمرة الثانية. هناك موفد أمريكي مسؤول كبير كان في عمان حذر من أنه إذا بدأ تحرير الرقة سينسحب داعش في البادية السورية باتجاه الجنوب، وربما قال سيهدد أمن الأردن بوصوله إلى الحدود الأردنية. إذا نظرنا إلى هذه الخريطة، نعم، مستقبلا لاحقا إذا حصل تحرير الرقة وانسحبت مجموعات داعش التي تتجمع جميعها في البادية السورية ووصلت إلى الحدود الأردنية، هناك مثلث يعني بين سوريا والأردن والجولان المحتل، ساعتئذ داعش يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا على الأردن، وربما على إسرائيل. يعني الأمور مرهونة بأوقاتها، ربما إسرائيل تريد أن تستبق الأمور وتعلن حربها يعني السياسية أقول، أو موقفا على داعش قبل حصول هذا الأمر، مع أنها حتى هذه الساعة تقف موقفا محايدا بالنسبة لهذا التنظيم، وموقفا مؤيدا وداعما لتنظيم جبهة النصرة التي اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية تنظيما إرهابيا. ولكن دكتور، هل تعتقد أنه بالتقدم من جانب النظام وروسيا باتجاه المعارضة في جنوب سوريا، إسرائيل اعتبرت ربما، والسؤال دكتور هشام بعدين سأعود إلى السيد إيال، أنه ذلك يعزز مواقع الجيش السوري وحزب الله، ومن ثم من وجهة نظرها المسلحين المدعومين من جانب الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هي لا تريد لهذا التحالف أن يكون أو أن تكون خالصة له، إذا ما صح التعبير. صحيح، نحن نذكر أنه عملية السهم التي تحدثنا عنها في العام الماضي، ولا كان حزب الله والقوات السورية ينطلقون يعني بسهم عملية عسكرية كبيرة لتحرير منطقة حوران يعني جنوبي سوريا. في ذلك الوقت توقفت هذه العملية. اليوم بعد إذا انتهت معركة حلب، سيتم التركيز عسكريا في سوريا على نقطتين، إدلب في الشمال ودرعا في الجنوب. بعد التقدم العسكري والإنجازات العسكرية التي جرت في شمال سوريا وتحديدا في حلب. نعم، إسرائيل تخشى أن تتجمع كل هذه القوى المساندة للجيش السوري وبمؤازرة الطيران الروسي بفتح معركة درعا والجنوب السوري والسيطرة على منطقة حوران، وهذا فعلا لا يناسب إسرائيل، وتعتبره محاذيا لحدود وقف إطلاق النار في الجولان، وربما يهدد أمنها، لأن القوى المشاركة لن تكون الجيش السوري لوحده، بل هناك قوى باراميليتري فورسز أو قوات شبه نظامية غير عسكرية، يعني شبه عسكرية كحزب الله والكتائب والفصائل العراقية والإيرانية. ما رأيك سيد إيال في ذلك، على اعتبار أنه يعني بعضهم يذهب إلى أقصى الاعتقاد بأنه من مصلحة إسرائيل أن يبقى تنظيم يعرف بالدولة الإسلامية في مواقعه أو في بعض المواقع الأخرى التي تضمن عدم ميلة الكفة إلى يعني حلف واحد اللي هو النظام السوري وحزب الله، وأنه بما أنه تنظيم الدولة لا يستهدف إسرائيل فلا ضير من أن يبقى في مواقعه أو في مواقع غير قريبة من الحدود التي تخشى عليها إسرائيل.
نعم، هناك حديث مطول حول هذا الموضوع، إذا كانت إسرائيل تدعم هذا الطرف أو ذاك. أقول لك بنظر إسرائيل الخيار قد يكون بين السيء والأسوأ. إسرائيل لا تفضل جهات تنظيم الدولة الإسلامية أو النظام السوري. في نهاية الأمر رأينا وأشرتم إلى الغارة التي شنتها إسرائيل والتي استهدفت القافلة في منطقة القنيطرة، مما أسفر عن مقتل قائد في حرس الثورة الإيرانية. من ناحية إسرائيل الحفاظ هي في هذه المناطق، عدم تمكين عناصر من حزب الله أو من إيران أو أي جهات أخرى فتح معركة ضد إسرائيل. لذلك إسرائيل تفضل أن تكون هناك بعض الميليشيات، سواء كانت تعود للقاعدة أو لجبهة النصرة أو لأي فئات محلية. تستطيع إسرائيل نوع من التوصل إلى تفاهم محلي غير مكتوب شفوي، هذا ربما ما يناسب المصالح الإسرائيلية. لا شك أنه في حالة تحول هذه المناطق الحدودية إلى جبهة ضد إسرائيل، هذا الأمر سوف يقلق إسرائيل، وفي الواقع سوف يلزم إسرائيل بالإنجرار إلى المعركة داخل سوريا. إيال عليمة المراسل العسكري لإذاعة راديو إسرائيل من تل أبيب، شكرا لك. ومن بيروت الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور هشام جابر، شكرا جزيلا لك. العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا. دول أوباك تتفق على تفعيل اتفاق الجزائر لتخفيض حجم إنتاج النفط في أول خطوة من نوعها منذ 8 أعوام، والأسواق تنتعش مدفوعة بالاتفاق. احتدام المواجهات في عملية الموصل يدفع الأوضاع الإنسانية نحو نقطتها الأصعب للعالقين داخل المدينة والنازحين منها. نحن جسورات، مثابرات، مؤثرات، مبدعات، رائدات. نحن من نروي الحكاية. معا نحن 100 امرأة. سلسلة من التقارير الخاصة والبرامج والندوات والنقاشات، نكتشف التحديات والفرص والخبرات الخاصة بالمرأة في أرجاء العالم. 100 امرأة على BBC. طيلة الشهرين الماضيين ظل الجميع في ترقب لما قد يسفر عنه الاجتماع الحاسم لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك في فيينا بشأن تخفيض حجم الإنتاج. بعد انعقاد الاجتماع اليوم كان القرار بالفعل هو الاتفاق على أول خفض لإنتاج النفط منذ 8 أعوام بحسب ما أعلنت المصادر المشاركة في الاجتماع، خطوة من شأنها الحفاظ على استقرار السوق ودفع أسعار النفط نحو وضعية أفضل. وقد جاءت بعد أن أبدت دول عدة تفاؤلها الشديد إزاء التوصل إلى هذا الاتفاق، أهمها السعودية وإيران والعراق، وهي الدول التي كان يخشى كثيرون من أن تؤثر الخلافات فيما بينها على فرص التوصل للاتفاق أصلا. هل اقتنعت هذه الدول فعلا أن الكل ربما سيخسر في حال عدم التوصل للاتفاق؟ الاتفاق الأول لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك لخفض إنتاج النفط الخام منذ عام 2008. الاتفاق يأتي استكمالاً إلى ما تم التوصل إليه في الجزائر في شهر سبتمبر أيلول الماضي، والتي اقترحت حينها خفض الإنتاج بمليون برميل يومياً تقريباً لرفع قيمة النفط الخام، والتي انخفضت بأكثر من النصف منذ عام 2014 بسبب زيادة المعروض. وكان وزراء وممثلو الدول الأعضاء قد اجتمعوا في العاصمة النمساوية فيينا لتحديد إنتاج كل بلد، في حين قفزت أسعار الخام بنحو 7% عقب انتشار أخبار التوصل للاتفاق. ووافقت السعودية وهي المنتج الأكبر للنفط في المنظمة على خفض إنتاجها بنحو 0.5 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن تخفض الإمارات العربية والكويت وقطر مجتمعة إنتاج النفط بنحو 300,000 برميل يومياً. توصلنا إلى اتفاق بتخفيض إنتاج النفط بقيمة 1,200,000 برميل يومياً تقريباً، ليصبح سقف الإنتاج 32.5 مليون برميل يومياً، ويطبق في الأول من شهر يناير كانون الثاني من العام المقبل. كما تم تحديد مستويات جديدة للإنتاج لإيران عند 3.7 مليون برميل يومياً، وهي مستويات ما قبل العقوبات الدولية. ويأتي هذا على عكس ما أصرت عليه الرياض لأسابيع قبل الاجتماع بضرورة مشاركة إيران بشكل كامل في تخفيضات الإنتاج.
كما قررت الدول المشاركة تعليق عضوية إندونيسيا وتوزيع حصتها من الإنتاج على بعض الدول الأعضاء. وينهي الاتفاق بذلك مفاوضات استمرت لأسابيع بين الدول الأعضاء في أوبك والتي تنتج قرابة ثلث الإنتاج العالمي، مع توقعات بأن يساهم هذا في إنعاش السوق وتحسين أسعار النفط الذي أدت وفرته في السنتين الأخيرتين إلى انخفاض كبير في أسعاره. هادي العلوي، بي بي سي. للنقاش ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من تونس الدكتور منصف شيخ روحو، أستاذ التمويل الدولي في المدرسة العليا للتجارة في باريس. أهلا وسهلا بحضرتك. وهنا في الاستوديو الدكتور صادق الركابي، مدير المركز العالمي للدراسات التنموية. أهلا وسهلا دكتور صادق. البداية من الدكتور منصف شيخ روحو. دكتور منصف، السعودية على لسان وزير طاقتها حتى الأمس كانت ترجو أو تعلن أنها ترجو أنها أن يتم هذا الاتفاق، لكنها لم تبدو قلقة، والجواب كان أنه لا يعد أمرا سيئا ألا يكون هناك اتفاق، لأنه الأساسيات من ناحية الطلب وانخفاض الإنتاج من خارج أوبك تسير بالاتجاه الصحيح، هذا وفقا لوزير الطاقة السعودي. ما نوع الاتفاق الذي توافق عليه السعودية من جهة وإيران والعراق من جهة أخرى يضمن للجميع مصلحة عليا أفضل؟ تماما وبين هذا الاتفاق الذي كان منتظر من طرف كل رجال ونساء الاقتصاد هنا في الغرب وخاصة في فرنسا، يبين مقولة الرئيس الوزير الأول السابق لبريطانيا وينستون تشرشل الذي كرر عدة مرات هناك مصالح دائمة وليست هناك صداقات دائمة، وأضيف وليست هناك عداءات دائمة. فحتى ولو كان اختلاف في النظر بين السعودية وإيران، مصالح السعودية والإيران تحكم أنهما يتفاهمان ويتفقان على ما فيه الخير لكل المجموعة التي تنتج وتصدر البترول. هذا أول شيء. وثاني شيء، العالم اليوم في على أبواب عالم جديد في البترول أيضا. تقوقعت أمريكا ورجعت إلى أمريكا، وفي 40 سنة المقبلة التقرير لوكالة الطاقة الأمريكية الذي نشر على الإنترنت يبين كميات البترول من خارج من أمريكا التي ستشتريها إذا اضطرت أمريكا لهذا. والثاني شيء هو أن رأينا اليوم للمرة العاشرة روسيا تتدخل في نقاشات الأوباب وتشجع الاتفاق. فالأوباب ما لم يعد الآن بلدان التي كونته سنة 73. نعم، ولكن دكتور خلينا نبقي على روسيا لأنه إذا سمحت لي، لأنه يعني هي أيضا لاعب ينبغي التمهل عند النظر إليه، بس أنا لازلت متوقفة عند مشهد السعودية وإيران. أتحول إلى ضيفي هنا في الاستوديو دكتور صادق. دكتور صادق، معسكر السعودية كان يرى أنه ينبغي خفض الإنتاج من كل الدول المصدرة للنفط واستثناء نيجيريا وليبيا. معسكر إيران كان يرى أنه ضرورة إعفاء العراق بسبب الحرب على تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية. على الرغم من ذلك الاتفاق أتى على حسب ما فهمنا بالمعلومات حتى هذه اللحظة أنه الجميع سيكون ملتزم بخفض الإنتاج. ما الذي حدث؟ كيف يمكن قراءة هذا التغير في المواقف؟ طبعا التعنت لا يخدم كل الأطراف الآن. يعني خلينا نتخيل السيناريو بالعكس، لو كان لم يحدث اتفاق ماذا كان مصير أسعار النفط؟ كانت ستهبط إلى أقل من 40 دولار، وبالتالي صدمة إلى الجميع وخسارة للجميع. لذلك حتى الجانب الإيراني نرى أنه كان متشددا في أنه لا يريد أن يثبت عند مستوى إلا مستوى 3.9، الآن قبل بمستوى 3.7. العراق الذي كان يصر على أن لا يكون هناك أي تخفيض للإنتاج، العبادي قبل أيام خرج بتصريح بأن العراق يؤيد التخفيض، ورأينا أنه خفض 210,000 برميل. الآن الكل خفض الإنتاج كل حسب مقدرته، وبالتالي هذا يعطي مؤشر أن الكل تحمل مسؤولياته وترك الخلافات السياسية جانبا، لأن مصير إيراداتهم، مصير الخزائن بدأت مقلقة. وحتى هذا الرقم الذي وصلوا إليه الآن 1,200,000 هو لا يقضي على المعروض، وبالتالي نحتاج إلى منتجين من خارج أوروبا. طيب، هل المشكلة هي في أنه لم يتم تحديد السقف الذي تحدد عنده قدرة كل دولة على خفض الإنتاج؟ لأنه هذا
من وجهة نظر البعض المختصين طبعا يرون أنه سيجعل هذا الاتفاق هشا، لأنه ليس هناك من حد أدنى ومن حد أقصى يلزم الجميع بالالتزام بهذه الحدود. مسألة كل حسب مقدراته، هذه مسألة رمادية طبعا. ولذلك شكلت الآن لجنة للمراقبة والمتابعة، هذه أول مرة تشكل في اتفاقيات أوبك. سوف تعمل على أولا قياس كميات التي يلتزم بها الأعضاء، والاتفاق كان على أساس 6 أشهر مددوه إلى مدة عام، وبالتالي ترين أن هناك ما يزال ضعف ثقة بين الأعضاء، لكنهم على مضض وافقوا على اعتبار أن السوق لا يقبل أن يكون هناك هلامية أو أن يخرجوا كما خرجوا بالاتفاق السابق تأجيل القرار أو أن لا يكون هناك قرار. نعم. على أي حال هو أول اتفاق من هذا النوع منذ عام 2008 إذا لم أكن مخطئة. نعم. طيب دكتور منصف شيخ روحو، حضرتك كنت تتحدث عن روسيا، وأنا أرى أن روسيا لاعب مهم في إتمام اتفاق اليوم، لأنها من الدول المنتجة من خارج المنظمة. كان البعض يرى أنه مجرد أن تثبت روسيا إنتاجها عند أعلى مستوياته من دون أن تقدم هي على خفض الإنتاج لديها، هذا سيدعم الاتفاق، لكن واضح من ما يعني رشح عن تفاصيل الاتفاق انه حتى روسيا ربما تقدم على خفض انتاجها. ما مصلحة روسيا في ذلك؟ روسيا كانت قبل الأزمة الحالية للبترول مثل النرويج التي تصدر البترول ايضا، لم يكن هذا البلدين في داخل الأوباك، ولكن كان يتابعان قرارات الأوباك بحذافيرها. وقمت بدراسات لعدة سنوات لقرارات الأوباب، ويجب ألا ننسى أن كلما يؤخذ قرار في الأوباب فيطبق مرة على 3 مرات على 4 هناك خروقات، لأنه كانت هناك في الماضي محاولات لبعض الأطراف لاغتنام الفرص وبيع قسط أكثر من قسطهم. ثانيا، كانت المملكة العربية السعودية قبل حرب العراق وقبل الذي حدث ضد إيران كانت لها طاقة إضافية بين 4 و7% لم تستعمل، وبدأت استعمالها لما بدأت حرب العراق، وكان الخوف على الاقتصاد الغربي أنه يتقلص إذا ارتفعت أسعار البترول بقوة كبيرة. كل 10 دولار ارتفاع لسوق البترول يؤدي إلى تخفيض النمو العالمي بنصف في المية، فكان خطر كبير لاقتصاد العالم. نعم، ولكن أليس أعتذر يا دكتور، جعل السعودية تزيد ترفع في إنتاجها، ووصلت السعودية إلى 100%، والآن أن السعودية قبلت التراجع هذا أمر جيد، لأن الاعتراف بالفضل فضيلة، ومفروض أن ترجع إلى ما طيب كان ولكن نصفها قبل. ولكن حرب يا دكتور منصف، أليس وجود روسيا غير ملزمة بتنفيذ هذا الاتفاق على اعتبار أنها ليست في الهيكلية للدول المصدرة للنفط؟ ألا يحمي ذلك إيران بعض الشيء وحلفاء آخرين لإيران في الواقع؟ الصين خارج المنظمة، فنزويلا داخل المنظمة، وكان بينها اتفاق أو لديها اتفاق مبدئي مع إيران على دعمها في هذا الاتفاق. ألا يعني ذلك أن إيران لا تزال رابحة أكثر من غيرها، هي وحلفها العراق داخل المنظمة؟ دكتور منصف، هذا ممكن يبان صحيح، ولكن إيران خسرت الكثير منذ أن طبق عليها قانون الحظر، والآن إيران بما أنها وصلت إلى اتفاق مع كل بلدان العالم، وفرنسا ترى أن هذا الاتفاق إيجابي جدا لمصلحة إيران، ولكن لمصلحة أوروبا، لمصلحة العالم الغربي. فإذا بما أن هذا الاتفاق قد حصل، فرنسا وباريس اليوم فرحانة جدا أن المملكة العربية السعودية وإيران اتفقتا. وبطريقة أخرى، تفضلت وتحدثت على الصين. نعم. اليوم منظمة المصدرين البترول أصبحت منظمة مرتبطة بما يسمى الاقتصادات الصاعدة، أن هدفها ليس بيع البترول للبلدان الغنية فقط، والبلدان الغنية مثل أمريكا هي لها بترولها، ولكنها ستربط مستقبلها أكثر فأكثر. وسمعت هذا في موسكو لما رحت لمدرسة العليا للتجارة في موسكو، يريدون الارتباط بالبترول لكل البلدان التي ترمي إلى السعود، مثل الصين، مثل كوريا، مثل روسيا اليوم. فالعالم يتغير والأوبك تتغير. نعم، على ذكر هذا التغير دكتور صادق، إذا ما استثنيت إيران أو العراق من هذا الاتفاق، وهذا طبعا لم يحدث، كيف كان ذلك سيؤثر على فرص السعودية أمام
دونالد ترامب، لأنه واضح أنه تهديدات ترامب سياسية بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران ربما كان له تأثير على ذهاب الأطراف اليوم إلى تقديم تنازلات. صحيح، لا ننسى أن ترامب صرح أنه تصريحان مهمان، أنه سوف يدعم قطاع النفط الصخري داخل الولايات المتحدة الأمريكية ويدعم استقلال الولايات المتحدة من الطاقة، واشترط أن لحماية مصالح أمريكا ومن ضمنها السعودية أن تقوم السعودية بواجباتها تجاه داعش كما قال، وبالتالي هو هدد بشكل غير مباشر. المملكة العربية السعودية أيقنت هذه الأمور مع المتغيرات الدولية، وبالتالي هي قدمت هذا التنازل، لأنه لو لم يكن هناك اتفاق الآن لتراجع النفط قلنا إلى 40، وبالتالي ارتفاع الفيدرالي في الشهر المقبل وبالإضافة إلى دعم ترامب كان سينخفض النفط إلى الاحتياطي الفيدرالي، نعم الفائدة، وبالتالي السعر كان سينخفض إلى 35 دولار. هذا يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج التي نقطة التعادل الحدي لديها أحيانا تتجاوز 80 دولار، وبالتالي العجز سوف يكون كبير. لذلك نرى بأن المملكة العربية السعودية والدول الخليجية قطر والإمارات والكويت تحملوا بالمجمل العبء الأكبر، 800 ألف برميل من أصل 1,200,000، وبالتالي هم أيقنوا أنه يجب أن يكون هناك اتفاق. تكلمتم عن روسيا، ما مصلحتها؟ مصلحة روسيا أنها ترفع أسعار النفط أولا، وبالتالي تدعم أيضا حلفائها. إيران تحتاج إلى إيرادات، تحتاج إلى تطوير القطاع النفطي، وبالتالي رأينا. بس لا يبدو أن روسيا سترفع الإنتاج، بل على العكس ربما، يعني كان كما ذكرت كان البعض يذهب إلى أنها ستثبت الإنتاج لديها عند أعلى مستوياته، بس واضح مما رشح أن ربما هي أيضا يعني تقدم على خفض الإنتاج، وكان هذا سؤالي لماذا. نعم، سوف تقدم تقريبا على 300 ألف خفض إنتاج لسبب تقني. أولا أن روسيا لا تستطيع دائما في فترة الشتاء أن تكون نسبة الإنتاج عالية جدا، هذا لسبب تقني. ثانيا لأن روسيا أيضا تحتاج كما قلنا لديها حرب في سوريا، لديها مصادر تمويل يجب أن تصرف عليها، وبالتالي قيمة الروبل التي انخفضت أدت إلى تراجع كبير في إيراداتها، لا تستطيع روسيا أن تتحمل هذا. البحبوحة الزمنية إذا قلنا هذه العام قد تعطي روسيا وحلفائها إيرادات إضافية، وهذا جبرت عليه السعودية، يعني إذا كنا نتكلم عن السياسة بالخصومة السياسية. الآن الكل مستفيد، هذه win-win situation، يعني لا يوجد هناك خاسر، الكل الآن مستفيد. لا نعلم بحر الشمال كم سيصل منه الشهر القادم، هناك حديث عن 2,100,000 برميل سوف تصدر. لا نعلم سياسة ترامب كم سيدعم النفط الصخري، وبالتالي قيمة المعروض أو كمية المعروض في السوق هل ستنخفض بالشكل المناسب أم لا. وهذه نقطة وجيهة دكتور منصف شيخ روحه. صحيح أنه لا يمكن استقراء ردود الفعل الأولية لأنها عادة ما تكون انفعالية أو ريفلكس كما يقال عليها في الأسواق، بس قفزة الدولار مجرد الإعلان عن هذا الاتفاق أمام العملات الآسيوية ربما يمكن فيه قراءة العلاقة العكسية بين أسعار العملات، سعر الدولار، وبين سوق النفط. كيف يمكن قراءة ذلك على المستوى المنظور القريب؟ كان هذاك قبل الإعلان على القرار. الأسواق الأوروبية في لحظة الإعلان على القرار تحسنت كلها أو معظمها. ثانيا هنا وأنا أشاطر الدكتور فاضل على نظرته لروسيا، هناك شيء آخر، لأن سعر البترول يحدد سعر الغاز، وروسيا من أكبر المصدرين في الغاز لأوروبا الغربية. أوروبا الغربية أغنى منطقة في العالم اليوم، أكثر من أمريكا، فتلك المنطقة في حاجة إلى الغاز، وروسيا الآن تعمل على إعادة الأمور إلى مجاريها مع أوروبا الغربية واستعمال الغاز الروسي الذي هو سيرتفع سعره بمقارنة مع البترول أيضا لأنه يتبع البترول. فنرى أن الجيوستراتيجية للطاقة أصبحت تعطي الأهمية للبلدان التي تستعمل الطاقة طبعا للنمو وللاستثمار، ولكن تستعمل الطاقة أيضا للنظرة الإقليمية التي تريد أن تعطيها لمنطقتها. نعم، وذلك يعود بي إلى الدكتور صادق للسؤال عن الدول التي لم يتم استثناؤها من الاتفاق وكانت ترغب بالاستثناء، سواء العراق أو ليبيا وإيران. طبعا إيران، بس إيران مفهوم لأنها خارجة من العقوبات، لكن كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أداء هذه الدول اقتصاديا ومن ثم سياسيا وعسكريا، سواء العراق أو ليبيا؟ بالنسبة إلى ليبيا يعني لم يكن الخفض أو يعني الاستثناء كبير جدا لها، يعني ليبيا تخطط أصلا إلى الزيادة.
هي سوق الغاز لديها أصلا هي السوق الأعلى. نعم. أما العراق فهو يحتاج إلى إيرادات آنية الآن، يعني على عكس إيران، إيران قد تحتاج إلى إيرادات قليلة مستمرة، العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة حالة. الآن حاليا ورأينا أنه سوف يصدر سندات بقيمة ملياري دولار، لديه حرب، لديه إعادة إعمار، وبالتالي هذا يدعم أداء العراق الاقتصادي. أيضا هناك شركات نفطية كبيرة تعمل في العراق سواء كانت صينية أو روسية، هذه الشركات لو لم يكن سعر النفط مرتفع لن يكون لديها إيرادات على الاستمرار في مشاريع أخرى على زيادة الإنتاج، وبالتالي حتى شركات النفط العاملة في هذه البلدان تحتاج إلى سعر النفط المرتفع حتى تقوم باستثماراتها. إيران تريد أكثر من 180 مليار دولار استثمارات، العراق لديه حقول ما تزال غير فعالة، يعني غير كفاءة، ذات كفاءة عالية، تريد شيل على سبيل المثال أن تستغني عن بعض حصصها هناك لأن شيل تعاني من أزمة مالية. هذا كله ارتفاع سعر النفط سوف يدعم استثمارات الشركات، استثمارات الدول، وبالتالي أعتقد هذا الاتفاق هو بداية إذا نتكلم عن السياسة الآن لموجة جديدة من التهدئة السياسية في المنطقة على عكس ما شهدته في المرحلة السابقة. نعم، وبالتالي ربما في سؤال أخير دكتور منصف، من الذي يعوض هذه الدول خصوصا مع تحركات رؤية في الأيام الأخيرة، زيارة من خليفة حفتر مثلا إلى روسيا، ربما وجه من أوجه الضغط على إيران هو ما يحدث في سوريا، من يعوض هذه الدول ما ستلاقيه لأنها لم تستثنى من هذا الاتفاق؟ أولا هناك توجه هام للبلدين اللذين ذكرتهما، ليبيا والعراق. ليبيا والعراق كان يشكوان من سرطان كبير اسمه داعش، وداعش كان يخرب ليبيا، كان إنتاج ليبيا تقريبا 450 ألف برميل يوميا، نزل إلى 100 ألف أو 50 ألف للسلطة الليبية، وأصبحت داعش تحاول تصدير بترولها للقيام بكل الجرائم التي تقوم بها في المنطقة. نفس الشيء في العراق، فاليوم تراجع داعش من طرف كل الأطراف، والذي قاله الرئيس المنتخب ترامب أيضا رغم ميوله لأطراف معينة، نرى أن البترول في العراق والبترول في ليبيا إذا رجع للحكومات الشرعية، وفي ليبيا هو يرجع الآن للحكومات الشرعية ولكن في حاجة إلى استثمارات لتجديده، اليوم ليبيا في موقع أنها تستعمل مداخيل بترولها للاستثمار لصالح الشعب الليبي. إن شاء الله في العراق نرى هذا، وفكرة إعادة تكوين صندوق سيادي كبير مش للبلدان وحدها بل للأوباب التي تساعد به بقوة كبيرة مثل صندوق النقد الدولي للبلدان التي تدخل في متاهات، نحن نناقشه الآن بين الاقتصاديين في أوروبا. نعم، شكرا جزيلا لضيفي عبر خدمة سكايب من تونس الدكتور منصف شيخ روحه أستاذ التمويل الدولي في المدرسة العليا للتجارة في باريس، شكرا جزيلا لحضرتك، وجزيل الشكر لضيفي في الاستوديو الدكتور صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور. مع كل يوم جديد في عملية الموصل ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، بما أننا أتينا على ذكرها، تزداد المعاناة الإنسانية للمدنيين جراء المواجهات العسكرية في هذه العملية التي أتمت 6 أسابيع اليوم. يمكن الحديث بوضوح عن أن هذه المعاناة وصلت إلى نقطتها الأسوأ على الإطلاق وبأشكال مختلفة بحسب ما تؤكد الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والإنسانية. العالقون داخل المدينة حتى الآن يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، حتى من نجحوا في النزوح منهم يواجهون صعوبات في الحصول على أساسيات الحياة. التقرير التالي لمفادنا بشير الزيدي يرصد كيفية التواصل مع من نجحوا من مغادرة الموصل مع من بقوا عالقين داخلها. نشاهد التقرير ثم نعود لنسأل عن الصعوبات التي يواجهها كلا الطرفين في ظل استمرار العملية. ألو. نعم. مرحبا خالي. مرحبا مرحبا ابوي. اشلونك؟ اشلون صحتك؟ مليحه ان شاء الله. الحمد لله، الله يسلمك. انت شلونك يا ابا؟ والله الحمد لله على الله. أشلون الموصل؟ مليحة إن شاء الله. بلهفة يتصل عبد الله بخالته الساكنة في حي الزهور شرق الموصل للاطمئنان عليها. أشلون الزهور إن شاء الله اليوم؟ قالوا تحررت. والله الحمد لله، بس يا ابني والله تعبنا كثير، تعبنا والله، تهجولنا من بيك لبيك يا ابني. قبل أكثر من عامين فر عبد الله مع عائلته إلى أربيل عقب سيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية على الموصل.
ومع اشتداد المعارك في عدد من أحياء الساحل الأيسر للمدينة يزداد القلق على أقاربه وأصدقائه. لكن التنظيم المتشدد منع أهالي الموصل من استخدام الهاتف النقال مهدداً بعقوبات صارمة. بالفترة الأخيرة قاموا يعني يفوتون على بيوت في سبيل أن يدورون على سيم كارتات وعلى موبايلات. جرت هناك جرت عمليات تفتيش، ويعني خاصة بعد ما فاتوا على جوجلي. من يفتش؟ الحسبة، عناصر من الحسبة. أنا صديقي قال لي عناصر من الحسبة فاتت عندنا، يعني قامت تفتش. أصلاً كن بلغوا الناس وكان عطوهم، قالوا لهم إذا ذنوك يعني عندكم هالشكل سيم كارتات موبايلات فهالشيء يعني راح يكون له عقوبة، يعني عقوبة تصل للقتل. الهاتف النقال يلغي المسافات ويجعلها أقرب وأقرب وأقرب، ما كان لأهل الموصل في داخل المدينة وخارجها من أن يتواصلوا مع بعضهم البعض لولا وجود مثل هذه الأبراج التي نصبت تباعا مع تقدم القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة باتجاهها من محاور مختلفة. قطعت الاتصالات مع الموصل قبل أكثر من 6 أشهر، ولم تسترجع الشبكة إلا قبل عدة أسابيع بعد أن نصبت شركات الاتصالات أبراج متنقلة في محيط مدينة الموصل، وأعادت تأهيل الأبراج الثابتة في المناطق التي استعيدت من سيطرة التنظيم المتشدد، بدءا من مناطق مخمور وقيارة وباتجاه سنجار. هذه الجبهة الواسعة جدا، يعني أي منطقة صار دراسة عليها من قسم التخطيط وأنها تحتاج إلى برج متنقل، أخذنا برج متنقل إلى هذه المنطقة، يعني لا حصرا، يعني من دائر مدائر موصل عدا منطقة تلعفر. في بعض أجزاء المدينة وضواحيها يضطر الناس إلى الصعود خفية إلى أسطح المنازل لالتقاط إشارة أقوى وإجراء مكالمات. تعبئة رصيد المكالمات يرسل لمن في داخل المدينة عبر رسائل نصية. لا شك أن شبكات الهاتف المحمول تسهل عمل القوات العراقية وقوات البيشمركة في محيط الموصل، لكنها قد تكون في الوقت ذاته سلاحاً ذا حدين. من المحتمل أن يكون الجانب الآخر أي داعش يستفيدون من الشبكة الموجودة، فإنك لا تستطيع أن تفرز هل هذا الاتصال من داعش وهذا الاتصال من إنسان عادي. خفضت كلفة المكالمات لتسهيل التواصل بين سكان الموصل ومن هم خارجها كآلاف النازحين في مخيمات مختلفة. من أربيل، بشير الزيدي، BBC. للنقاش ينضم إلينا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور هشام الهاشمي، أهلا وسهلا بحضرتك، وعبر خدمة سكايب من أربيل السيدة جويل عيد المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، أهلا بكم. سيدة جويل، إذا أطلعتنا على الصورة لو سمحتي، ما لدي أنا هو أنه 500,000 شخص يعانون من شح مياه الشرب، وعدد أقل من ذلك بقليل يعاني من نقص الغذاء. هل يعني أعطيتنا الصورة بالأرقام أوضح مني بالتأكيد؟ تفضلي. في البداية مساء الخير، مساء الخير رشادة لك ولضيفك ولكل المشاهدين. بالفعل اليوم ورود خبر قطع المياه على 500,000 مواطن داخل مدينة الموصل يعني بيزيد القلق اللي نحن أصلا عم نشعر فيه كمنظمات. استعدينا قبل بدء المعركة داخل الموصل للاستجابة لمليون مواطن ممكن أنه يحتاج للإغاثة أو المساعدة الغذائية وغيرها من المساعدات. اليوم يعني بعد أكثر مرور أكثر من شهر على المعركة، أكثر من 70,000 مواطن نزحوا. طبعا معظم المواطنين ما زالوا داخل المدينة، ونحن ما كان فينا نقدر ما هي الأعداد اللي رح تطلع بأي من الأوقات، فتجهزنا مثل ما قلت لمساعدة مليون شخص. البرنامج الأغذية العالمي اليوم يعني هدفه أو برنامجه أنه نوصل للناس بحاجة للمساعدة أينما كانت. طبعا التحدي هو أنه نحن السهولة أنه المخيمات الموجودة على حدود إقليم كردستان اللي عندنا وصول إليها، الناس الموجودة فيها عم تحصل على مساعدة، والقرى اللي عم تتحرر والوضع فيها سالم عم نقدر نوصلها عم تحصل على مساعدة. يبقى عدد كبير من القرى عم تتحرر وبعض الوضع مش آمن فيها كفاية لقدر نحن ندخل نحن وشركائنا، والمعظم الناس اللي ما زالت داخل المدينة محصورة، ونحن طبعا ما عم نقدر نفوت إلى المدينة قبل ما تتحرر كليا، والناس ما عم تطلع من الخوف. طيب، ما نقله لي وهذا للتذكرة أحد قيادات الحشد الشعبي وربما مقربين من الحكومة قبل نحو شهر هو إنه الأحياء التي سيتم بين مزدوجين تحريرها ستمد بالغذاء وستحصل على الممرات الآمنة وكل هذا الحديث،
وبالتالي أتحول إلى الدكتور هشام. من المسؤول عن هذا الوضع الآن دكتور؟ الحقيقة هي القوات المحررة لديها سياسة خاصة في استنقاذ المواطنين بحسب الحاجة وبحسب الظرف الميداني. القيادة المحررة لديها إشكالين، الأول أن القوات المشتركة العراقية اتخذت قرارا في أحياء الموصل المكتظة بالسكان أن تلزم بيوتها بدلا من الانسحاب إلى المخيمات، كونهم يعلمون أنهم غير قادرين على احتواء هذه الأعداد الكبيرة. وما يحصل في مخيم الخازر واضح، هناك عدد فائض عن الإمكانيات الموجودة، بالتالي الحكومة لا تريد أن تتورط بهذا الشيء. أيضا ما يعيقهم بشكل حصري هو موضوع التدقيق الأمني، هناك الكثير من الشهادات والتقارير التي تم تدقيقها وتثبيتها أن بعض عناصر التنظيم المتطرف داعش انصهر مع النازحين واستطاع أن يصل إلى أماكن ما ينبغي له أن يصل إليها دون إلقاء القبض عليه أو ربما تشخيصه، وحصل مثل هذه الأمور في مكانين في منطقة كوكجلي وفي حي السماح. بالتالي القوات المحررة أمام هذه المعادلة المعقدة، الأوامر من بغداد تمنع المواطنين من الخروج لأنها غير مستعدة لاحتوائهم، وأخرى موضوع من سمح له بالخروج ينبغي أن يدقق. طيب، ولكن أنا لدي معلومات أكثر خطورة دكتور هشام وأريد من حضرتك شهادة عنها، لها علاقة بأنه بالنسبة لأربيل التي وصلها أعداد كبيرة من النازحين الذين يقدر عددهم أصلا من الموصل بنحو 70,000 شخص، إلى جانب المليون الذين يعيشون داخل المدينة، 600,000 منهم في القسم الشرقي الذي هو القسم الملتهب، فمن يفرون يصلون إلى أربيل كما نعلم. لدي معلومة عن أنه هناك، أو مش معلومة، شهادات كي أكون أكثر دقة، عن أنه هناك أوامر أتت من بغداد بقطع الإمدادات عن بعض المشافي في أربيل، وبالتالي الأوضاع تزداد سوءا وينقل المصابون قبل إتمام شفائهم إلى المخيمات في الخارج. أولا، ما شهادة حضرتك عن ذلك؟ دقق لي هذه الشهادة لو سمحت. حقيقة بغداد ليس لها علاقة في موضوع أن تعطي أوامر لأربيل، أربيل في هذا الموضوع هي مستقلة لا جدا. أنا أقول لكن بغداد أن الحكومة العراقية سحبت الدعم عن مستشفيات أربيل، وبالتالي مسؤوليتها عن العمليات في الموصل مسؤولية منقوصة حينما يتعلق الأمر بالإقليم، إقليم كردستان. نعم، أنا أتفق بهذا الموضوع، لكن هذه شهادة صحيحة، لكن بغداد لا تمتلك تلك الإمكانيات الكبيرة لإمداد مستشفيات أربيل. هي لديها مستشفيات ميدانية بالتعاون مع منظمات مهمة مثل الأطباء بلا حدود، وبالإضافة إلى الصحة العراقية والهلال الأحمر العراقي. لذلك هي لا تريد أن تعدد تلك الجهات التي تستقبل من يحتاج المعالجة الفورية أو الطارئة، بالتالي هي تريد أن تنسق مع أربيل أن يلجأوا إلى أماكن الطبابة الخاصة بها بدل أن يذهبوا إلى أربيل، وبالتالي هي لا تستطيع أن تنقل من المخازن التي عدت مسبقا إلى أربيل. هذه المشكلة هي مشكلة روتينية إدارية، لا أظنها مشكلة المقصود فيها تحدي النازحين أو الحكومة الفيدرالية المسؤولة عن العملية وسلامة المواطنين العراقيين، وبين الحكومة الإقليمية حكومة إقليم كردستان، هذا ما أفهم بنعم أو بلا. تم. طيب، نعم، واضح. هذا هو تمام. نعم، سيدة جويل عيد، كنا نتحدث في الشق الذي فقدنا فيه الاتصال بحضرتك بما نقل إلينا، وربما هذا ليس يعني مجالك إذا لم تريدي أن تتحدثي عنه، بنقل بعض المصابين من مستشفيات أربيل قبل إتمام شفائهم بسبب نقص الإمداد بصرف النظر من المسؤول إلى المعسكرات مرة أخرى أو مخيمات النازحين. ما معلوماتكم عن مخيمات النازحين، الإمداد، الغذاء، العناية الطبية، إذا كانت لديكم معلومات واضحة لو سمحتي؟ صراحة ما عندي معلومات عن موضوع الشق الصحي. نعم. للعملية، الغذاء والماء. بما يخص، نعم، بما يخص المخيمات بالمناطق الآمنة، بيتم التنسيق مع كل الأفرقاء والحكومة العراقية يلي أصلا عندها كمان مشروع بطاقة تموينية بتوزع فيه المواد الغذائية على النازحين. نحن وجودنا لنسد العجز بكل المخيمات، بيصير في تنسيق بين كل الأفرقاء لنتأكد العائلة أول ما توصل تحصل على حصص طارئة من المياه، من الغذاء، من العناية الطبية وغيرها من الموضوع. الموضوع المخيمات بالنسبة لنا كبرنامج سهل، التحدي الأكبر هو كل ما تقربي على الخطوط الأمامية للمعركة، بس داخل المخيمات أي عائلة
تدخل وبنعرف فيها انه دخلت على المخيم رح تحصل على مساعده غذائيه، جاهزه الاكل لاول ثلاث ايام، ومن بعدها حصه غذائيه شهريه بتكفي لعائله خمس اشخاص. بعد ان يعني سحبت الامم المتحده في نهايه العام الفائت امداداتها بسبب تدهور الاوضاع وعدم توفر الدعم المالي من قبل الدول المانحه، ذلك وضع عليكم في برنامج الغذاء اعتقد مسؤوليه يعني مزدوجه، فكيف تتعاملون مع هذا الضغط سيده جويل؟ نحن بالوقت الحالي نشكر الله قدرنا من التجهيزات اللي صارت قبل بدء المعركه، قدرنا تجهزنا وكان عندنا تمويل كافي لنقدر نغطي احتياجات مليونين ونصف مواطن لاخر شهر 12. بالوقت الحالي هذا مش تحدي نحن عم نعاني منه. إذا طالت الأزمة للسنة الجاي هذا الموضوع طبعا رح يكون موضوع رح نضطر يعني نلجأ له. بالوقت الحالي ما عندنا أي مشكلة بتلبية احتياجات مثل ما قلت مليون شخص من جراء معركة الموصل ومليون ونصف مواطن عراقي نازحين بمناطق أخرى حول العراق كمان عم يحصلوا على مساعدة. نعم دكتور هشام، قبل انطلاق العملية منذ 6 أسابيع والآن أعود إلى مجال تخصص حضرتك أكثر، كانت وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية قد أعلنت أنها تستطيع أن يعني تكفل أو تدعم 100,000 نازح فقط، بالتالي بسير العمليات الحالية كما تراه حضرتك على الأرض على رقعة العمل الميداني، كيف تتوقع أو كيف ترى الأزمة الإنسانية القادمة يعني بحسب سير العمليات من منظور عسكري؟ حقيقة الموضوع أنه أصبحت العمليات حذرة وبطيئة وتكاليفها بصفوف القوات الخاصة النخبة العراقية كبيرة، وبالتالي منذ يومين هناك مراجعات عسكرية ميدانية بمشاركة مستشارين من التحالف الدولي لإنهاء هذه العرقلة، ولا بد من استنقاذ المواطنين وإخراجهم بعيدا عن تلك الأحياء حتى لا يكونوا وسط نارين، نار الصديق المحرر ونار العدو المحتل. عليه أظن وزارة الهجرة والمهجرين لا تستطيع أن توفي بوعدها، بحسب أرقامها التي أصدرتها اليوم بلغ عديد النازحين والمهجرين نتيجة هذه العملية 82,000، وبالتالي هي لا تمتلك حتى القدرة الكافية لولا وجود المنظمات الصديقة والدولية الداعمة لما استطاعت أن تكفي بعض هؤلاء، وبالتالي أظن الحل الأمثل هو الاستمرار بهذه العمليات الحذرة البطيئة أو فتح جبهات متعددة في أكثر من جهة. العدو مستعد لأن يصمد في كل حي بحسبه، لا يقاتل عن كل الساحل الأيسر مرة واحدة، هو يقاتل كل مجموعة تقاتل عن حي بحسبها، وبالتالي جعلت المعاناة كبيرة، وكما قالت اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت المعارك معقدة جدا. نعم. ودخلت حالة ربما تبطئ عمليات التحرير. سيدة جويل، ما هو الخط الأحمر الذي عنده تقولون، ولا أريد أن أبدو سوداوية بس يعني بلان بي كما يقولون، الذي عنده ستقولون إنكم لا تستطيعوا العمل بمفردكم في غياب دعم الأمم المتحدة، في غياب مقدرة الحكومة العراقية حسب إعلاناتها عن تحمل المزيد من النازحين؟ بالوقت الحالي مثل ما ذكرت نحن كنا متوقعين نزوح عدد أكبر من الأشخاص بعد بدء العملية العسكرية، فتجهزنا للمليون. 70,000 مواطن بالمخيمات بالوقت الحالي، التحدي رح يصير بعد ما يطلعوا الناس من داخل المدينة أو إذا ما طلعوا نحن بس ندخل على المدينة. نحن رح نكون موجودين على بكل مرحلة رح نكون يعني بحاجة إلنا. نحن المواطنين يعني خاصة هلأ فصل الشتاء في خوف كثير شديد، في برد قارس بالمخيمات داخل المدينة، في ناس ما عندها وصول للغذاء، ما عندها وصول للمي، يعني في مأساة إنسانية عم تكبر. نحن رح نكون موجودين لندعم الحكومة العراقية، لندعم الشعب العراقي بكل مرحلة. إذا كان عندنا مشكلة تمويل رح نحكي فيها، إذا كان في مشكلة وصول رح نحكي فيها، إذا كان التحدي الأمني أو تحدي الوصول عم بيزيد رح نحكي فيه على كل مرحلة. يعني طبعا تمنياتي بالتوفيق طبعا لكم. شكرا جزيلا للسيدة جويل عيد المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي من أربيل، أشكرك شكرا جزيلا. ومن بغداد جزيل الشكر للخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي، شكرا لك دكتور. لهذا وصلنا إلى نهاية العالم هذا المساء لهذا اليوم، غدا زميل جديد يلقاكم في 6 بتوقيت غرينتش، أعود ألقاكم 2 القادم، إلى اللقاء.